أقوال المستشرقين. أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بالرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. واشنطن إيرفين مستشرق أمريكي يقول في كتابه حياة محمد: وحتى في أوج مجده حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له ويبالغوا في الترحيب به. فرانز روزنثال يقول في كتاب علم التاريخ عند المسلمين، يقول: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ. السير ويليام موير يقول في كتابه تاريخ محمد: إن محمدا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده.